مرحبا بكم. المنتخب الوطني كمل تحضيرات المواجهة غدوة ضد المنتخب البرازيلي بداية من 7:30 في باريس. التشكيلة المنتظرة، الملاعبين اللي نجم يكونوا أساسيين في تشكيلة جلال القادري، الأخبار لكل التفاصيل تجي من عند مبعوثنا الخاص لباريس عبد السلام ضيف العبسي. مرحبا بك. مساء النور فهمي، مساء الخير ليك ولكل السادة المستمعين والمستمعات في تونس. كما قلت مباشرة من باريس، المنتخب الوطني التونسي اليوم العشية كان كمل تحضيراته للمباراة الحدث، للقاء الكبير المنتظر غدوة ضد نظيره البرازيلي في ملعب بارك دو برانس حديقة الأمراء هوني في باريس. تقريبا الخطوط العريضة فهمي للتشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي تتضح باعتبار أنه دحمان سيكون في حراسة المرمى، على اليمين محمد دراجر، وعلى الجهة اليسرى آخر المعطيات بعد ما كان كعيب رامي كعيب هو المرشح باش يلعب ربما ويبدأ المباراة كأساس، يبدو أنها متجهة بشكل مباشر أنه يكون مرتضى بن وناس. دونك فقط هوني علامه الاستفهام في البوست هذه على الجهة اليسار فهمي. سينو على مستوى محور الدفاع ديلان والتالفي باش يكونوا هما في اللاك، قدامهم سخيري العيدوني غيلان شعلالي بن سليمان المساكني الجزيري وإلا الخزري. زاد هوني دخلت حكاية أخرى، ممكن خزري يبدأ كأساسي تقريبا، يعني شك بين الجزيري والخزري مرتضى وكعيب، يعني سينو بقية المراكز واضحين، وهذا يعني أنه فما نفس هجومي وفما تشكيلة متوازنة نوعا ما، بالرغم من أنه فهمي أن المنتخب البرازيلي منتظر يلعب بكل نجومه، ماركينوس تياغو سيلفا على مستوى محور الدفاع، نيمار ريشالسون ورافينها على مستوى الهجوم، يعني كازيميرو موجود وفريد في وسط الميدان تقريبا، أليسون في حراسة المرمى، يعني كل نجوم المنتخب البرازيلي منتظرين غدوة في التشكيلة الأساسية في مواجهة كبيرة كبيرة برشا منتظرة بشكل كبير برشا هوني في باريس، واستعدادات كبيرة كذلك حسب ما لمست اليوم في باريس هوني من الجماهير التونسية وحتى الجماهير المغاربية، باعتبار هناك جالية كبيرة على مستوى الجزائريين والمغاربة أن ينجم يكونوا حاضرين غدوة في لقاء تونس والبرازيل. تيك صحة عبد السلام ضيف الله مبعوثنا الخاص لباريس على كل التفاصيل هذه، وأكيد في قادم النشرات وقادم المواعيد تكون أكثر للتغطية والمتابعة المباراة الحدث بين تونس والبرازيل إن شاء الله بالتوفيق للمنتخبنا غدوة بداية من 7:30. نحكي على تعيينات مقابلات الجولة الأولى من البطولة اللي باش ترجع نهار الجمعة 30 سبتمبر من خلال مقابلات المجموعة الثانية بداية من ماضي 3 في بيجا الأولمبي البيجي الاتحاد المنستيري في المهدية مستقبل الرجيش يواجه المستقبل سليمان. اتحاد بنقردان يلعب ضد أولمبيك سيدي بوزيد، النادي الإفريقي باش يكون معفى في الجولة الأولى نهار السبت 1 أكتوبر. تكون أيضا مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في حماد العقل ببرادة سترجي يواجه النادي السويقسي في قمة الجولة، الملعب التونسي يلعب ضد أمل الرياضي بحمام سوسة، ونجم الساحلي يستقبل اتحاد طاوين، نادي البنزرتي باش يكون معفى. النادي الإفريقي انتصر اليوم وديا على المنتخب الفرنسي لأقل من 20 عام بنتيجة 3-1، أهداف النادي الإفريقي مركهم إيهاب بالحسيني، زهير اللذوادي وحمدي العبيدي. إدارة الأولمبي للبيجي تمكنت اليوم من رفع قرار منع الانتداب اللي كان مسلط على الفريق، وهكا باش يتم تأهيل الملاعبية اللي تم انتدابهم قبل انطلاق الموسم. في دوري الأمم الأوروبية، المنتخب الإيطالي يتأهل للدور النصف النهائي بعد فوزه خارج القواعد على المجر 2-0، وماتش القمة بين إنجلترا وألمانيا وفاب التعادل 3-3. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم، تلقاو على السيت مزيكا فام بونات. نخليكم مع اسماعيل في بنت لفام.